وللحديث عن الموضوع معنا الأستاذ مختار جامبو، أستاذ الدراسات الإفريقية والأمريكية بالرباط. أستاذ مختار أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا أستاذ مختار، ما أهمية الانتخابات الكينية بالنظر لمجموعة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد؟ لها أهمية كبرى طبعا، لأن كينيا كما كالكثير من البلدان الإفريقية تعرف صعوبات عويصة جدا، وأولا جائحة كورونا التي أبانت عن ضعف القطاع الصحي في كينيا، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي لها أثر عميق على الطاقة أو على المحروقات في كينيا، علما أن كينيا من البلدان القليلة التي لا تصدر البترول. وهناك كذلك المشاكل الكلاسيكية منذ الاستقلال التي حاولت كينيا بفعل أنظمتها المختلفة حلها، ولكنها ما زالت قائمة. فالبطالة في بلد يعتبر من البلدان الأهلة بالسكان في أفريقيا 50 مليون، وأغلب السكان طبعا هم من الشباب. هناك كذلك الفساد الإداري الذي ما زال يستشري هناك في كينيا. ضعف البنية التحتية رغم أن كينيا تعتمد على السياح من أحد مصادرها الأساسية. وهناك مشكل كلاسيكي آخر وهو الإرهاب الذي ما زالت كينيا تعاني منه. طيب أستاذ مختار، إذن ولكن ما يخص هذه الانتخابات هي تشكل قطيعة مع الماضي السياسي لكينيا. الأول مرة هناك تحول من عائلة كبيرة، عائلة التي أتت بالاستقلال في كينيا، عائلة أوهورو كينياتا. هناك قطيعة على المستويات الإثنية والقبلية، فأول مرة نلاحظ أن السلطة ستنتقل إلى قبيلتين مختلفتين، سواء حينما نتكلم عن المرشحين الأساسيين رايلا أودينغا أو ويليام روتو. فكما قلتم فهناك مصالحة تاريخية بين المعارض الرئيسي وهو رايلا أودينغا ومصالحة التي أبانت على أن الحدود بالنسبة للمرشح رايلا أودينغا حدودا كبيرة، علما أن نائب رئيس الجمهورية ويليام روتو هو في صراع منذ تقريبا سنة مع الرئيس الحالي أوهورو كينياتا. طب أستاذ مختار، في حال فاز أوهورو كينياتا أو رايلا أودينغا أو ويليام روتو، كيف يمكن أن تنعكس نتائج هذه الانتخابات على محيطها الإقليمي والدولي؟ ما يهم هو أن كلا المرشحين أبانوا عن يجب الآن أن تنويع الشركاء الاقتصاديين والسياسيين، وكلا المرشحين أبانوا عن ذلك، يعني يفكرون في نوع من القطيعة، لأن علما أن بجنوب أفريقيا مثلا من الدول التي كلاسيكية الحليفة لجنوب أفريقيا وكذلك الصين، لأن بعض المسؤولين السياسيين يلاحظون أن هذه الشراكة مع هذه البلدين دفعت كينيا إلى اقتصاد استهلاكي عوض مثلا المعادلة رابح، وهنا دعوا إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين. وفي هذا الإطار يأتي المغرب من البلدان التي أصبح المسؤولين الكينيين يفكرون فيها بنظرا للتقدم الهائل للسياسة أو الاستراتيجية الإفريقية المغربية. فمثلا ما يعززه صاحب الجلالة بالنسبة للتعاون جنوب، وقد أبانت هذه العبارة تعاون جنوب في سياق إفريقي أبانت على أنها أكثر نجاعة من استعمال هذه الكلمة في أماكن أخرى، لأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما ما يؤكد في هذا التعاون جنوب يجب أن يكون الإنسان الإفريقي في صلب كل السياسات التنموية والاقتصادية. طبعا المغرب، هناك كذلك بعض المسؤولين الكينيين الذي رأوا أن المغرب يشكل ثاني قوة اقتصادية في غرب أفريقيا، فأصبحوا يلحون على أن يجب أن يكون هناك امتداد للحضور المغربي في أفريقيا حتى تكون نفس التجربة في شرق أفريقيا. وهذا لم يأتي من الفراغ طبعا، لأن هناك علاقات في السنوات الأخيرة أصبحت تتحسن. تعرفون أن تصويت كينيا في مجلس الأمن لمصلحة الصحراء المغربية كان تصويت تاريخي بالنسبة للكينيين، وهذا مؤشر كبير على أن كينيا تريد أن تتقرب إلى المغرب على أنه بلد رياد في إفريقيا. ومؤخرا كذلك كانت هناك شراكات مهمة بين الجهات المغربية وجهات كينيا، ومن بين هذه الجهتين هناك جهتين ينحدران منها الرئيس المرشحين رايلا أودينغا من أسيايا وويليام روتو من بارينغو. الأستاذ مختار جامبو، أستاذ الدراسات الإفريقية والأمريكية بالرباط، شكرا جزيلا.